أعزائي المشاهدين، أحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح. أصلي من كل قلبي أنك تتبارك من خلال فقرات وأجزاء هذه الحلقة من برنامج نور لجميع الأمم. أصلي لأجلك في هذه الحلقة أنك تختبر هذا النور، تختبر المحبة وتختبر خلاص المسيح. في هذه الحلقة رحين نتداول في موضوع اللي هو عبارة جاءنا بصيغة سؤال من سيدي، والسؤال بدور حول موضوع الكسل. رح نعالج هذا الموضوع بعد قليل، لكن قبل ما أقدم ضيف الحلقة أريد أن أشجعك أو أشجع كل مشاهد، إذا عندك تساؤلات أو أي تعليق أكتب، إحنا منرحب أسئلتك وبكل سرور سنرد عليها. سنعود بعد هذه الترنيمة. أعزائي، بكل اعتزاز وفخر وشرف أريد أن أقدم ضيف هذه الحلقة، القس إيليا موريس. القس إيليا طبعا هو معروف لكثيرين على شاشة التلفزيون برامج نور لجميع الأمم. هو من مصر، ساكن حاليا في ألمانيا، بيخدم الرب في ألمانيا وفي عدة دول أوروبا. هو متخصص في علم المشورة، مشورة العائلة. أهلا وسهلا قسيس إيليا. أهلا بيك. اليوم رحين نتحدث عن كمان سؤال من الإخوة أو الأخوات المشاهدين. السؤال هون من سيدي، بتقول في هذا السؤال: حضرات الموقرين والمباركين في برنامج التلفزيون نور لجميع الأمم، شكرا جزيلا على هذه الاحترام والكلمات. بتقول: آسفة لعدم كتابة اسمي في الرسالة لأنها رسالة مخجلة، وهي تخص زوجي الذي مصاب بالكسل الشديد، فهو يفطر بالنوم ويتغذى تلفون ويتعشى بالكمبيوتر والتلفزيون، وحياتي أصبحت صعبة كأم لأربعة أولاد من عمر 12 سنة وحتى 3 سنوات، وسؤالي حتى لا أظلم زوجي، هل هذا مرض أم عادة سيئة أم هذا الكسل خطية؟
هل من أمل في حالتنا؟ نحن نعيش في أوروبا ونظام الدولة بساعد حتى العاطلين، وهذه بالنسبة لي مشكلة كبيرة. من فضلكم المشورة والصلاة والاهتمام بهذه المشكلة. أختكم في الرب. لم تذكر، مش رحين نذكر الاسم طبعا. يعني هو أنا يعني بس عايز أقول في الأول كويس أنه بياخد الثلاث وجبات في البيت. موضوع يمكن بتهيالي أول مرة من عالجه، يمكن موضوع الكسل يمكن طرقنا إليه بشكل غير مباشر، لكن كحلقة أول مرة. فخليني أسأل السؤال المعهود والمعروف، ما هو تعريف الكسل وهل هو خطية؟ الكسل هو حالة من عدم الاهتمام أو الاكتراث أو تأدية الواجب بدون اكتماله وعدم تقدير للوقت، وبيدخل فيه نوع من الشعور بالفشل والاستسلام. ممكن تحدثنا أكثر عن أسباب الكسل؟ نتكلم في الأول، حتى حضرتك سألتني عن إذا كان خطية ولا لا. نعم، الكسل الحقيقة ده مؤذي، وأنا أقدر أسميه خطية، وهستند في الفكر ده للكلام الموجود في إنجيل متى أصحاح 25 للإنسان اللي سافر وأعطى عبيده وزنات. واحد منهم كان واخد وزنة، اللي هو الشخص الثالث، إنجيل متى 25. ولما سيده رجع ولقاه ما اشتغلش، بيذكر الكتاب هذه العبارة، سيده بيقول اللي بيذكر فيها إنه شرير. فأجاب سيده وقال له أيها العبد الشرير والكسلان. يبقى هنا الشر ارتبط بالكسل، والكسل مرتبط بالشر، وما دام في الأمر شر يبقى الكسل خطية. وطبعا في آية 30 يقول والعبد البطال، نعم، اطرحوه إلى الظلمة الخارجية. عايز أقول حاجة في الأول علشان برضو نكون منصفين، في بعض الأمراض العضوية ممكن يكون أحد أعراضها الكسل. فمثلا مرضى السكر بيكون نشاطه قليل وفي أوقات مش قادر يقعد، مرضى الكبد بيبقى عنده كسل ومش قادر، لكن دي حالات استثنائية وليها علاجها ومش باستمرار. في حالة زيادة ارتفاع السكر، في حالة وظائف الكبد لا تعمل، الأمور دي بتجيب. لكن شخص كسول بالصورة اللي هي بتحكيها وأب الأربع أفراد وعايش في أوروبا، أنا يعني بتعجب على هذا الأمر. الكسل خطية بكل المعاني، لأن نتيجته ظلمة خارجية، ضياع الأبدية. وأنا سألت عن أسباب الكسل. أسباب الكسل إحنا ممكن نحط فيها طبعا الأسباب اللي أنا قلتها دي لبعض الأمراض العضوية، دي حالة استثنائية. لكن في بعض الأسباب بتاعة الكسل، أولا شخص بيعيش حياة بدون هدف، بدون رؤية، وحياته دي بلا برنامج، ولا يوجد في حياته التزام على الإطلاق. أمر آخر الاستسلام للواقع بدون محاولة أي ابتكار أو إبداع أو محاولة تجديد أو السعي، حتى أن الكتاب بيكلم الكسلان في أمثال، سفر الأمثال أصحاح 6 آية 6، اذهب إلى النملة أيها الكسلان. النملة عندها جد واجتهاد وبحث طول الصيف تجمع الطعام بتاعها. سبب كمان من أسباب الكسل التأثر بالمحيط الموجود. وأنا بتخيل، هي ذكرت عبارة ودي مشكلة إن كانت فايدة لكثيرين، لكن بالنسبة للست قالت مشكلة، إنها عايشة في أوروبا وبتقول إن النظام الأوروبي أو الاجتماعي بيساعد حتى العاطلين عن العمل، وإن دي بالنسبة لهم مشكلة. يعني بدل ما يستفيد من هبة من هبات ربنا، مساعدة الدولة، ويقدر انه يشتغل وما يكونش عبء على كاهل الدولة، استغل هذه المساعدة في انه يغط في كسل عميق. فأسباب الكسل قد يكون النظام الموجود، الوسط المحيط، المعاشرات الردية، استغلال التقنيات بطريقة غلط. يعني الكمبيوتر ده ما هو الشر، مش شر، لكن كون الكمبيوتر يتحول الى آلة تستعبد شخص، يصرف وقت الأولاد ومساعدة الزوجة وقراءة كلمة الله. وبعدين عايز أقول أن من أسباب الكسل الرئيسية
البعد عن الله، لأن الشيطان بيضرب الإنسان بضربة الكسل، كسل حتى لا يستفيق، كسل حتى لا يتوب، كسل حتى لا ينمو، كسل حتى لا يعتني بنفسه أو بأهل بيته. وطبعا هذا الكسل فيه نوع من عدم الالتزام واللامبالاة والاكتراث. لا التزام ولا انتظام. يعني لو اشتغل في شغلانة ما يستمرش، ولو استمر ما يلتزمش لا بمواعيدها ولا يلتزم بقوانينها، وبالتالي ما فيش حد عنده استعداد يشغل شخص كسلان، لأن الكسلان ده والمسرف زي بعضهم الاثنين بيضيعوا أي شركة أو أي عمل. قسيس إلي، هل لمح الكتاب المقدس عن موضوع الكسل؟ لا، ده مش لمح، ده صرخ. الكتاب المقدس وبالتحديد في سفر الأمثال، سفر الأمثال بيتكلم عن الكسل والكسلان، وفي تحريضات إلهية عظيمة جدا. طبعا الكتاب لمح كثير جدا. يعني لو عايز أذكر على سبيل المثال ولا سبيل الحصر، هو في الكتاب جايب عن الكسل وجايب ما جنب الكسل نتيجته وتأثيره وصفات الكسلان. فأنا هذكر صفات الكسلان ونقدر نعرف منها الكتاب اتكلم عن ايه. فضل. والحقيقة أنا بصدق يعني ما كنتش في ذهن الأمر، لكن لما قريت السؤال قبل الحلقة في الاستراحة اللي فاتت، فوجئت أن الأسباب كلها جاية وتبدأ كلها بحرف الميم. فأنا قدامي مثلا حوالي 10 أو 11 سبب صفة هقولهم بسرعة. تفضل. الصفة الأولى أنه مستعطي، لمؤاخذة يعني الكسلان شحات. أمثال 20:4: الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء، ويستعطي في الصيف ولا يعطى. يستعطي. الصفة الثانية في الكسلان أنه متباطئ. أمثال 15:19: طريق الكسلان كسياج من شوك. طب اللي ماشي على شوك ده ماشي متباطئ جدا. الصفة الثالثة: الكسلان مؤذي لنفسه. يعني هو بيأذي نفسه وبيأذي أسرته مثل الأخ دون، وبيأذي المجتمع اللي عايش فيه لأنه عال على المجتمع. في جامعة 4:5 سفر الجامعة: يأكل الكسلان يأكل لحمه وهو طاوي يديه، حتى لا يقدر قيمة جسده. صفة خمسة: الكسلان مختلق للحجج. أمثال 26:13-14: قال الكسلان: الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع. أطلع إزاي؟ أنا عايز أطلع وأشتغل بس في أسد برة. اختلاق للحجج. الصفة نمرة 6 أو اللي بعد كده: مضياع للوقت. في سفر الأمثال 26:13-14 بينتهي في الكلام ده بيضيع الوقت. بيقول إن الباب يدور على صائرته، والكسلان بيدور على سريره. نايم في السرير بيتقلب بيضيع في الوقت. الكسلان محروم. أمثال 13:4 مكتوب: نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها. الكسلان مخجل. يقول: عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، وإذا هو قد علاه القريص. كنت أحب من ناحية زراعية أتكلم على القريص، ما فيش وقت. إزاي القريص ده بيطلع؟ نتيجة الإهمال وعدم تنقية الحشائش الضارة. فدون تمشي في الحقل بتاعه ومنظره مخجل، ما فيش نباتات، ما فيش ثمار، كله قريص. الكسلان مؤذي كالخل للأسنان وكالدخان للعينين، الكسلان للي أرسلوه إليهم. بس عشان ما ظلمش الكسلان، في صفة ختامية برضو بدأت بحرف الميم: الكسلان مجتهد. الكسلان مجتهد، بس مجتهد نحو الفقر. أمثال 6:6: انظر إلى الناس النملة أيها الكسلان، وبعدين يقول له بعد كده: يأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. يعني الحاجة الوحيدة الكسلان سريع فيها الحصول على الفقر والحياة اللي كلها بؤس وشقاء. من كل هذه الصفات اللي ذكرتها نقدر نستشف انه في خطر. ما هو خطر الكسل؟ طبعا الكسل ده خطره شديد جدا. اولا خطره على نفسه كشخص، بيضيع فرصة العمر اللي ربنا ادهاله، لان العمر ده عطية من الله. والخطر التاني على الاسرة، رب الاسرة، خطر شديد، لانه مش قايم بدوره الوظيفي كأب، ومش يقدر، مش ممكن هذا الرجل يقدر يمارس سلطته كأب، ما يقدرش. إزاي وبأي منطق يطلب من ابنه أن يصحى بدري أو يحل واجباته
الوظائف بتاعته يعني الدروس بتاع المدرسة أو أنه يستيقظ أو أنه يعمل، ما يقدرش لأن هو مثال سيء جدا. وأنا عايز أتكلم من الخاطر ده في ثلاث أنواع من الخسارة. في خسارة معنوية، مضيعة الوقت وقيمة الوجود وقيمة فكر الله وخطته في حياته وقيمة الوزنة، لو هرجع للمثال اللي قدامنا أخذ الوزنة ودفنها، دي خسارة. في خسارة مادية، لو كان طالب هيسقط، ما هو الطالب الكسلان هيسقط والفلاح الكسلان هيستدين لأنه لازم المحصول ده يباع ويعيش منه، والمؤمن الكسلان مضروب بحرب الشيطان بيحاربه، والخادم الكسلان مش ممكن كنيسته تثمر ولا حياته تكون بركة، والأب الكسلان مش ممكن يقدر يربي أولاده. مكتوب في مزمور 101 أتعقل أو أسلك بتعقل بكمال في وسط بيتي. أحب أقرأ الآية دي إذا سمحت لي بشيء من السرعة. في مزمور 101 يقول أسلك بكمال قلبي في وسط بيتي، أسلك في كمال قلبي في وسط بيتي، مزمور 101 آية 1، ويقول كده أتعقل في طريق كامل متى تأتي إلي، أسلك في كمال قلبي وسط بيتي. بس الخسارة دي كلها ما تهمنيش، أنا بيهمني الخسارة النوع الثالث، الخسارة الروحية، وهي ضياع الأبدية. الكسل خطية لأنه يضيع الأبدية. قال له أيها العبد الشرير والكسلان، والنتيجة والعبد البطال، متى 25-30، اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. خسارة من جميع النواحي. رح نواصل في هذا الموضوع قسيس إليا، بتأمل أنه اللي تكلمنا عنه لمس قلبك وحياتك. من فضلك إذا محتاج لعلاج روحي، محتاج لشفاء، محتاج أنه شخص يتحدث معك مشورة، اتصل بنا، مساعدة روحية، اتصل بنا على الهاتف الموجود أمامك أو اكتب لنا. سنعود بعد هذه الترنيمة. شاعر الصبح قد غنت بلابلها، في الأرض تصدحنا من الفرح وما أحلى.
أعزائي، أواصل حديثي مع القس إيليا موريس عن موضوع الكسلان. هل من خطوات عملية لشخص يريد أن يتخلص من داء الكسل؟ نعم، أنا عايز أقول لشخص، أولا إذا كان خاطي، الشخص الكسلان أصله مسلوب الإرادة، إرادته مسلوبة. وعلى فكرة الكسل ده نوع من أنواع القيود، يعني الشخص الكسلان شخص مقيد مربوط. فالخاطي ده أنا بدعوه أن يسلم حياته للمسيح، تعال يا رب وادخل في برنامج حياتي، أنا حياتي ملهاش قيمة ولا طعم ولا معنى وأنا حاسس بفراغ، تعال ادخل حياتي ويا رب اديني معونة، حررني من هذا القيد واعطيني إرادتي المسلوبة. إذا كان مؤمن، هذا المؤمن أنا أقول له اطلب من الرب تكريس، كرس حياتك للرب، ارجع للشركة. مجرد ما الرب يدخل في حياتك تنبت صحتك سريعا وقوتك تعود إليك، وتسمع كلمات الوحي اللي موجودة في أشعياء 58:11، ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك. الله يعطيك نشاط من عنده وتصير كجنة رية ومن كتبنا الخرب، يعني مش بس أنت تتنشط، أنت هتكون سبب بركة أولا لزوجتك اللي محتاجة تعضيدك وسندتك، أنت رأس. تخيل حضرتك لو واحد عنده صداع، لو الرأس فيها صداع الجسد كله منهك متعب خملان، فأنت رأس لزوجة نشيطة أمينة وأب الأربع أولاد. انظر للأمام وتذكر أن عندك أسرة. خطوات عملية، ضع برنامج لحياتك، حط أولويات معقولة تقدر تنفذها، اهتم بالشركة الروحية مع أولاد الله، اخدم الرب، خدمة الرب تفلتك من هذا الشرك، شرك الكسل. اجتهد انك تدي وقت للآخرين وتخدم وتهتم بالآخرين، بلاش تدور حول دائرة نفسك. دي خطوات عملية. هل حرض الكتاب المقدس او هل حرض الله على العمل؟ نعم، آيات كثيرة موجودة قدامي، لعل اول صفحات الكتاب المقدس في تكوين 3:19، بعرق وجهك تأكل خبزا. في آية 23 بقى، تكوين 23، الرب أخرج آدم من الجنة، جنة عدن، ليعمل الأرض، أخرجه من الجنة. يعني ربنا كان عنده قصد أن آدم ما يستمرش قاعد في الجنة، لكن يطلع يعمل الأرض اللي أخذ منها. بيتكلم بقى في سفر الخروج أصحاح 20 آية 9 و10، 6 أيام تعمل عملا واليوم السابع تستريح. وفي نص كتابي أحب يعني في الختام أقراه، في تسالونيكي الثانية، رسالة بولس الرسول الثانية إلى كنيسة تسالونيكي، اللي بيتكلم فيها الرسول بولس بصراحة عن الشغل، وبيجي في آية في أصحاح 3 يذكر هذه العبارات من آية 6، تسالونيكي الثانية 3 من آية 6. أنا عايز أقدم الكلام ده هدية لكل شخص بيعاني من مرض الكسل، خدها من الرب في هذه الحلقة. ثم نوصيكم أيها الإخوة بربنا، باسم ربنا يسوع المسيح، أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا، إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا، لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم. ليس أن لا سلطان لنا، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا، لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. وواضح هنا ان عدم الشغل والكسل ده عدم ترتيب، وان ده شر، وان ده كسر وصية. والرسول بولس في خدمته العظيمة اجتهد انه يشتغل علشان ياكل من ايديه ومن التعب. العمل بركة، العمل عطية، الصحة اللي الرب ادهالك استخدمها واستغلها، ومن يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. اعظم حسن نعملها ان احنا نخدم ربنا ونعمل اعمال ونهتم بتربية اولادنا في تنشئتهم العملية.
قسيس إيليا شكرا جزيلا، وبتأمل أنه هذا الجواب كان دليل كافي وشافي ووافي أيضا للرد على هذا السؤال. ذكر القسيس إيليا عن مثل العبد الشرير، لكن من ناحية تاني أعظم مثل هو الرب يسوع المسيح. البرنامج تبعه إقراء في إنجيل مرقس الإصحاح الأول، برنامج مزدحم جدا لكن كان يصلي بالفجر أو بساعات الليل. الرب يباركك، بصلي إنه هذه الحلقة تكون بركة لحياتك. إلى اللقاء، والرب يباركك ويستخدمك أيضا. إن أردت الحصول على نسخة DVD من هذه الحلقة، من فضلك اتصل بنا بإحدى الطرق التالية: PO Box 30030 Toronto, Ontario M6P4J2 Canada. Email info@lfan.com. Website www.lfan.com. Fax 001-905-335-0068، تليفون 001-905-335-1534، تول فري 1-800-280-3288، وسوف نرسلها لك في أقرب وقت ممكن.